السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ومرحبا بكم في قناتكم مطبخ حليمة الفيلالي مع وصفة جديدة وفيديو جديد. الطاجين المغربي عنصر أساسي في الطبخ ديالنا، كيتميز بمذاقه الخاص بطريقات الإعداد ديالو اللي كتختلف من منطقة لأخرى، يعني كل شيء كيعتبره سيد الموائد المغربية. اليوم إن شاء الله غادي نحضروه بطريقة السوسية اللي كيتميز بالمذاق أو النكهة الخاصة ديالو اللي عبارة عن تجانس مذاقات كيجي لذيذ بزاف. غنحضروه بجوج طرق مختلفة باش نرضيو الجميع. حاجه كنوجدو هي البصله اللي خاصنا نقطعوها رقيقه بهذا الشكل هذا، اما دوائر اما كنقسموها على جوج وكنبقاو كنرقوها بزاف. يعني هنايا ماشي بهذه الطريقه باش كنشد، غير انا قلبي يدي على ود الكاميرا باش ما نضرقهاش. صافي كنستمر وردوا البال، ضروري تكون رقيقه باش كتعسل بسرعه وكطيب، ما كتبقاش صحيحه كتبان، خصوصا الناس اللي ما تيبغيوهاش يحسوا بها باينه. كناخدو اما الدجاج اما اللحم. اليوم غنحضروا معكم كيف قلت بجوج ديال الطرق، بالدجاج وباللحم بالخضره وكذلك بلا خضره. صافي غادي نستفو بهذا الشكل، وضروري يعني الدجاج يكون مغسل غاسل مغسول من قبل. كلها كيغسلو بطريقته، اما بالملحه والحامض او الملحه والسكنجبير والحامض، كلها وكيفاش كيوجد الدجاج ديالو. انا حيت ليه الجلده وغنضيف التوابل. التوابل عندنا خرقوم، وغادي نضيفو كذلك مع شويه ديال التحميره، ما كثرش، تقريبا نص معلقه صغيره العاديه ديالنا. الناس ديال السوس تحيه ليهم كيديروا التحميره في الطاجين ديالهم، حنا لا، فاليوم غنحاول ما امكن نقربو كيما كيتحضر في الطبيعه ديالو. هنايا سكنجبير، طبعا اللي ما بغاتش ديرو ما ديروش، وشويه ديال البزار او الفلفل الاسود، نفس التوابل اللي غادي نديروها من بعد ان شاء الله مع اللحم، ما كاينش فرق، وشويه ديال الزعفران شعره. ما بغي عندكمش ما ديروش، ماشي مشكل، غير هو لكان يكون احسن. طبعا غادي نزيدو شويه ديال الملحه، ما نكثروش، من الاحسن ما تكثروش، خصوصا هذا الطاجين ما فيهش الخضره اللي غتشرب لنا الملحه، وفي نفس الوقت راني غاسلاه مزيان بالملحه. هنايا غير شويه ديال الماء، ماشي بزاف، الطاجين ما خصوش الماء بزاف، البصله كتكون كافيه كتلق معها وكيجي بنين. الا كثرنا الماء فما كيجيش نهائيا، هذا هو اللي كيميز الطاجين انه كيطيب بلا ماء. هذا الجهد اللي تخلط ليا العطريه فقط معاه، وباش نتاكد انا ما غتحرقش ليا وهو كيتقلى، غادي نزيد معاهم كذلك واحد شويه ديال البصله مشلضه، ماشي مشنفه، مشلضه، باش تطلق الماء وتتقلى ليا على خاطر خاطرها. وطبعا شويه ديال الثومه ضروريه مع الدجاج، مع اللحم ممكن نستغناو عليها ولكن مع الدجاج كتكون اساسيه، اما نفرومها او نقطعوها رقيقه. شنو كيميز اخر الطاجين ديال الناس ديال السوس؟ فهو ارقال، لانهم عندهم متوفر كاين، فما عندكش انت ممكن ما ديريش. انا عندي واحد شويه يعني محضره في الدار، فاستعملت منه كميه قليله، وغنكمل بزيت الزيتون او زيت المائده، او نخلطوهم بجوج. ثم غناخدو واحد المقله ثقيله او حديده، ضروري ميمكن ليناش نحطو المقله الطاجين منه للنار، او نطيبو على الفحم، ما كاينش ما احسن منه. هنايا كما كتلاحظوا عندي طاجين ديال اللحم، فغادي نديرو في ديال اينوكس، بزاف ديال البنات طلبوا نوجدوا ليهم في اينوكس. ديال اينوكس مزيانيه، صحي وكل شيء، وكيطيب دغيا وكيعطينا الشكل اللي بغينا، ولكن المذاق راه كيميزو الطاجين ديال الفخار، هو اللي كيطلق لنا داك المذاق اللي كيتميز به الطاجين ديالنا. كنديروا نفس التوابل كامله، ما كاينش فرق، اللي غنكتبها لكم اكيد في صندوق الوصف. وبالنسبه للطاجين البنات ديال اينوكس، ردوا البال ماشي كلهم مزيانين، راه كاين اللي فيهم مزور. اي حاجه ديال اينوكس بغيتو تشريوها قصروا والو، قلبوا وشوفوا تكون مكتوبه 18/10، 18/10 كدل على انه اينوكس 100% صحي، ما كيطلقش مواد يعني خايبه في الطياب. هو كيف قلت ماشي نفس المذاق، ولكن الناس اللي ما كيبغيوش يطيبوا في الفخار، او لا ما كيعجبهمش المذاق ديالو، او ما كيتوفرش ليهم، هذا مزيان. علاش؟ انه كيطيب هو على خاطرو، وكيعطينا داك الشكل اللي كنبغيو فيه الطاجين مقاد بالخضيره ولا معسل، فالكوكوت ما كتعطيناش داك الشكل النهائي. هنا عندنا الثومه، وعندنا كذلك البصله، قلت نفس الطريقه، الاضافات ان شاء الله اللي غتكون مختلفه فقط.
هذا غنديروه مباشره منه البوطه. وكيف قلت كيبقى الفخار ماشي الفخار يعني الفحم احسن اننا نطيبوه ليه، خاطرو كيجي احسن بكثير اننا نطيبوه على الغاز. ولكن كما كتعرفوا الخطر ما بقاش قليل فيش كنبغيو نطيبوه عليه، وكيكون الوقت ضروري. ودابا انا اليوم يعني كنحضر جوج ديال الطواجن مختلفين باش يكفيو، لان عندي ضياف زايدين ماشي بزاف ولكن كاين زايد يعني واحد ما يكفيش، فقلت نوع نصور لكم ونشارك معكم الطريقه ديالي في التحضير ديال هذا الطاجين. كما قلت مباشره على النار ونار مهيله بزاف بزاف، ما نهائيا ما تجهدوش العافيه، ما تحتاجوش الماء غير البصله تلقمها وطيب فيه كيجي ألذ بكثير. كنأكد على هذه النقطه. صافي غنبقى كنشحر فيها هكا حتى كيتقلى بنفس الطريقه حتى الدجاج، غير الدجاج شويه كياخذ الوقت لانه في طاجين الفخار وبينه وبين البوطه يعني مقله ثقيله فكيكون يعني اثقل من هذا. صافي منين كيتقلى وكنزيدوا البصله اللي شنفناها وكنزيدوا مازال نفكوها وتكون رقيقه مزيان باش طيب ما تبقاش خضراء وتاخذ لنا الوقت حتى ما تبغي تعسل. ماشي معنى التعسل انها تكون حلوه، غير التسال يعني كتولي مشحره مزيان. هنايا عندنا حبه ديال المطيشه اللي مقطعه شرائح رقيقه كنديروها من الفوق وكنزيدوا الخضر ديالنا اللي بغينا. عندي هنا بطاطا صغيره اللي نقيتها وقسمتها غير على جوج باش تجي مع اللحم قد قد جزر، وكتبقى الخضره اختياريه ممكن تزيدوا قرعه بغيت اي خضره بغيتو. انا غالبا هادو هما الخضار اللي كيبغيو اللي كنديرها بزاف في الطاجين، مع وكنزيد شويه ديال الجلبانه طبعا من الفوق، والكميه كتبقى دائما وكنأكد اختياريه على حسب الرغبه. كنعمر الطاجين وكنزيد هذيك الجلبانه، يعني هنايا راه عندي كونجولي مباشره غير حاولت نفرقها، راه كتقبل ما نكونجوليوها كنغسلوها طبعا وعاد كنحتفظوا بها، ملي كنحتاجوها كنلقاوها ديما واجده عندنا خصوصا في الطاجين كتعطي اضافه مزيانه. اما الزيتون اما الحامض مصير، كيف قلنا طاجين السوسي مجموعه من المذاقات اللي كتميزو اللي هي الحار الحامض والحلو والمالح طبعا، يعني كلهم كنجمعوهم في طبق واحد باش كيجي متميز بزاف. هنا عندي قزبور ومعدنوس، ومعدنوس بوحدو او قزبور بوحدو، غالبا كيكون القزبور انا خلطتهم بجوج. وكنزيدو كذلك الحلاوه اللي هي كتكون في البرقوق بلا ما يتعسل، برقوق المجفف اللي كنرقدوه في ماء بارد حتى كيرطب واحد شويه راه كيطيب غير في الطاجين كيكون واجد، وواحد الحبه ديال المزبده او فلفله حاره في الاخير كتطلق المذاق ديالها حتى هي. الطاجين ديال الدجاج تشحر تقلى كنزيدو له حتى كذلك البصله، وهنا كيكون بزايد على الاخر لان اساس ديال هذا الطبق هو البصله هو اللي غندوزو به. شويه ديال الزبيب حتى هو رقدناه من قبل هي شويه ماشي بزاف في ماء بارد حتى كيتنفخ واحد شويه وكيرطب وكيتغسل في نفس الوقت. كذلك اما حامض مصير او زيتون، الزيتون كيعجبني اكثر، ومطيشه انا خليتها بالقشره ديالها ما نقيتهاش حيت لها شويه الزريعه وقطعتها شرائح. البرقوق يعني ما نحتاجوش نديرو الخضره هنا، وغادي نزيدو الربيع والمزود نفس الطريقة، غير هنا كنعتذر ما صورتش المقطع زدت شوية ديال القرفة وممكن ديرو عويد ديال القرفة أو ممكن تستغناو عليه. وبالنسبة للحلاوة فما حليتوش، خليت يعني غير المذاق ديال الزبيب وديال البرقوق فقط اكتفيت به، ممكن ديرو عسل سكر اللي بغيتو. يعني كنبغي ندير الطاجين معسل 100% فكندير الطاجين ديال الزبيب والبصلة راه فايت اللي حضرته معكم حتى هو كيجي زوين بزاف. كنكونو مغطين الطاجين ديالنا، منين كيطلق الماء كنحاول نهزو ديك المريقه ضروري من هاد الخطوه هادي ونديرهم فوق من الخضره من البصله اللي فوق باش هي تجي يعني قيسها العطريه وبنينه ما تجيش يعني باسله. نرجعو نغطيوهم ونخليوهم يكملوا الطياب ديالهم على خاطر خاطرهم حتى كتعسل لينا البصله كطيب الخضره وحتى اللحم اكيد كيجي لذيذ بزاف.
واكيد اذا جربتوه غادي يعجبكم. ضروري نفتحوا على ثقافات اخرى ولا اطباق اخرى اللي كلها يعني مغربيه او اجنبيه، وخصوصا المغربيه لان لا يعلى عليها. تحيه مره اخرى للناس ديال او اهل سوس ولكم كاملين، شكرا لكم دائما على الدعم والتشجيع، على اللقاء فيديو فصفى قادمه ان شاء الله. مع السلامه.